السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده ان شاء الله وبصحه جيده ان شاء الله. الوغ اليوم جيت فيديو ديالي مقصر ما طولش، بغيت نبارطاجي معكم طريقه عمل خبز السميد. درتو لا ديرنيير فوا في الانستغرام وقلت بوركو با ما نبارطاجيش في القناه ديالي. الوغ غنخليكم مع الفيديو ونتلاقاو. الوغ كما كتشوفوا كنحتاج واحد الكاس ديال الماء، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السنيده، واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين. كنخليوها ترتاح واحد شويه وكنزيدوا واحد المعلقه ديال الزيت والدقيق صافي، وكنديروها تعجن في العجانه. تقدروا تعجنوا بيديكم عادي كما كنعجنوا الخبز. كنزيدوا شويه ديال الدقيق، اوفيت هذاك الدقيق 3 د الكيسان ديال الدقيق، داك الكاس اللي عبرنا به الماء كنعبروا به الدقيق 3 د الكيسان. تقدروا ما تحتاجوش 3 د الكيسان كاملين على حسب الدقيق، ولكن الاغلبيه غيهز لكم كاس 3 د الكيسان ولا جوج كيسان ونص. المهم العجينه خاصها ما تكون ثقيله يعني قاسحه، وما تكونش عاوتاني جاريه. المهم راه في الفيديو كيوضح احسن من ما كنهضر انايا. ما كنحتاجو لا ندهنوها لا نديرو ليها دقيق لا حتى شي حاجه، ما كتلصقش العجينه نهائيا. صافي كنخليوها دابا كنغطيوها وكنخليوها ترتاح واحد نص ساعه تقريبا، 15 دقيقه حتى نص ساعه. هيا فاش ارتاحت كتكون بحال هكا. كنقطعوها، الصراحه انا كتخرج ليا 6 ديال هذوك السميد، كنحسبهم 1 2 3 4. صافي فاش كنساليهم كنعاودو نغطيوهم نخليهم يرتاحوا، ماشي بزاف غير ما نوجدو باش ندهنوهم. هنايا تقدروا هذا واحد السيروب نورمالمون كيستعملوه الاتراك، ولكن نخلي لكم السميه ديالو في التحت في صندوق الوصف. تقدروا تستعملوا هذاك دبس التمر حتى هو تقدروا تستعملوا كيعطي نفس النتيجه. المهم انا درت واحد المعلقه ديال العسل وواحد المعلقه من داك السيروب، وكنزيدو شويه ديال الماء. انا درت بزاف ديال الماء، المهم ديروا شويه ديال الماء ما ديروش بحالي. صافي وتنخلطوا باش كيتاكدوا بلينا هذاك العسل وداك السيروب في داك الماء. ملي كيخمروا هذوك الخبيزات تنحربلوهم بحال هكا، ما يكونوش رقاق بزاف ما يكونوش غلاظ، المهم بين وبين.
كنطويو على جوج وكنبرموه من ديك الجهه اللي كما كتشوفوا، ما عرفتش كيفاش نشرحها، المهم راه كيبان لكم في الفيديو. صافي وكنلصقوه كنلصقوه مزيان حيتاش كنديروه في داك السيرو باش ما تحلش لينا العجينه. المهم كنلصقوه مزيان وصافي كنديروه في السيرو، من بعد كندوزو في داك الزنجلان. هذاك الزنجلان ديجا قليتو، داكشي ساهل، ماهل ما فيه حتى شي حاجه زعما صعيبه ولا. وبصراحه تيجي بنين، كيستحق الواحد يجربه. المهم كنديروا نفس العمليه لهذوك العجينات اللي بقاو، كلهم كنديروا لهم نفس العمليه وصافي. صافي فاش كنساليوهم كاملين كنعاودو نغطيوهم وكنشعلو الفران على واحد، المهم كيكون فران سخون 200 درجه تقريبا، 180 حتى 200، المهم كيكون فران سخون. صافي ومن بعد كنديروهم في الفران. ايوا ما كيشدوش بزاف ديال الوقت، ما كاملاش 15 دقيقه. المهم حتى كتشوفوهم تحمروا، باش كيتحمروا مزيان صافي كنخرجوهم من الفران وتنقدموهم بالصحة والراحة. تقدروا ديروا معاهم عسيلة وشوية ديال الزبدة، ولا ديروا معاهم، تقدروا تاكلوهم مع أي حاجة بغيتو. مهم هما محلوين مع مالحين، يعني كيمشيو مع كل شيء. إيوا كنتمنى يعجبوكم وكنتمنى تجربوهم إن شاء الله.